بص انا هنقول اللي انا هقول اللي انا اللي هو المحاضره الاولى دلوقتي اللي انا فاهمها فيها انا الان ماشي. في حاجه عندي في المحاضره اسمها انتر اكتيف وباتش. يعني ايه الاتنين دول؟ الانتر اكتيف ديت الحاجه اللي انا هعملها وابدا اتفاعل معاها، جرافيك هرسمه واتفاعل معاه زي الالعاب. الالعاب بتترسم وايه وبتتفاعل مع اليوزر، انما الباتش ده اليوزر مش هيبقى ايه مش بيتفاعل معاه، ده اللي هو زي الافلام ال 3 دي الانيميشن الحاجات ايه الافلام دي كلها. عندي الجرافيك بيمر بمرحلتين، مرحلة الريندر ومرحلة الايه الموديلنج. اول حاجة مرحلة الريندر بتاعتي دي اللي انا بمسك الفريمز اللي عندي والاوبجكت وكل حاجة ببدأ احولها لصورة احولها لفيديو. المهم ايه مش هخليها عبارة عن اوبجكت جنب بعضها، لا انا هبدأ اخرجها بقى لليوزر يستخدمها سواء هتبقى انتر اكتيف او باتش. الموديلنج دي بقى اللي انا بحول الحاجة عندي بقى هي على اي اوبجكت، الاوبجكت ده هبدأ اعمل له انيميشن. يعني ايه اوبجكت؟ الاوبجكت ده اللي هو مثلا شخصيه كرتونيه هيبقى لها راس ورجل ومش عارف ايه وكده، ببدا اقسم كل حاجه لوحدها بحيث في الانيميشن ما اتعبش واخلي كل حاجه ايه متناسقه مع بعضها. طبعا احنا فاهمين يعني ايه انيميشن، لا تحريك الايه الاوبجكت بتاعه البريرتي وورد ده صباح الانجليزي. المهم ده وان اللي هو العالم الافتراضي اللي هو بيهيئ اليوزر كانه في عالم غير العالم اللي هو عايش فيه، اللي هو بنشوفها ايه في الافلام والحاجات دي كلها. اما يلبس مثلا النضاره ديت ايه ويقعد على كرسي وبتاع يهيأ له انه في غابه وبيتحرك في الغابه، الكرسي بيبدا يهز يمين وشمال وفوق وتحت بيلعب على الحواس بتاع اليوزر يعني ماشي. ايه ده اللي هو العالم ده. في حاجه عندي اسمها ايه الجي بي يو. الجي بي يو مش سي بي يو اللي هو جرافيك بروسيسنج يونت، جي بي يو ده اللي هو كارت الشاشه يعني مش سي بي يو. ده مهم جدا يبقى عندي عالي بحيث ان الريندر مثلا عملية الريندر تتم بسرعة تتم بكفاءة احسن والكلام من ده تمام. الكور بتاعه لازم يبقى حاجة عالية يعني. الفيكتور دي مش دي فيكتور الفيكتور معلش الفيكتور او ما يسمى بالموديل بيست والريستر او ما يسمى بالسيمبل ايه بيست. الفيكتور ده الصورة عامة عبارة عن ايه شوية بيكسلز جنب بعضها بألوان مختلفة تكون الصورة. طيب الصورة اللي انت لما بتشوفها مثلا بتصورها على التليفون بتقعد تقرب تزوم زوم 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 ببص تلاقي ايه بكسلت معاك. طب ما هي بكسلت كده يبقى دي اسمها ريستر. طيب انما الصورة اللي هتحسها مش بتبكسل خالص اسمها فيكتور. ايه بقى بتحسها مش بتبكسل؟ بص يعني الحاجات دي بتترسم من خلال معادلات يعني دي بتبقى اسمها فيكتور، بترسمها جوه البيكسل ذات نفسه مش زي مثلا الخط في الريستر ممكن ياخد 2 بيكسل سمك، لا في الفيكتور ياخد اصلا جوه البكسل نفسه اللي هو مهما زومت انت بتزوم في بكسل يعني مفيش حاجه هتبكسل معاه. كان في مثال برضو في المحاضره عليها محاضره الكرتون بتاعته اي دي ريستر. الريستر حاجات مبكسله عباره مش مرسومه بمعادلات، دي بتبقى بمعادلات يعني عمرها ما بكسل معاها ماشي ماشي. ده بالنسبه لايه للاتنين ايه دول. طيب ايه ناخد ال 3 دي، طبعا كلنا عارفين يعني ايه 3 دي، حاجه بتبقى لها ايه تلات ابعاد اكس واي وزد ماشي. دي ايه ال 3 دي بتاعك ده بيبقى عباره عن ايه معايا صوره بغير في الضوء بتاعها، إيه الصوره دي بغير في الوانها وفي لونها واحط لها نور من حته معينه اجيب لها ظل في حته معينه بحولها 3 دي، بتهيأ بتخدع اليوزر ان دي 3 دي حاجه زي كده ماشي. بتبقى لها ظل وكده، المهم انها بتبقى معروف انها ابعادها اكس واي زد لازم نعرف كده. ايه حاجه اسمها بريميتيف. بريميتيف دي يعني هي ايه؟ بصوا إيه اي وحده مكونه لاي حاجه بتتقاس بالبريميتيف لاي حاجه، يعني الصوره الوحده المكونه لها بيكسل او بريميتيف تمام. ديت مفهوم الكلمه دي. ايه نيجي للموديل بتاعي. الموديل بتاعي ده بيبقى عباره عن ايه، انا بكون سي بتاعي السين بتاعي ماشي واحط فيه الاوبجكت بتاعتي. الاوبجكت دي بيبقى ليها لون ايه بحطها مثلا 2 دي، يعني عندي ايه مشهد اهوت هحط فيه هنا شخصيه كرتونيه هنا شخصيه تانية كذا اوبجكت كده جنب بعض يكون لك سين في الاخر. طبعا كله بقى مع اختلاف الالوان بقى والحجم والسايز والحاجات دي كلها. المهم سين ده الموديل بتاعي ده اللي هعمل له بقى الريندر عشان ايه هناخد منه الفيديو مثلا ماشي. ده بالنسبه للموديل. الديسبلاي بتاعتنا بعرض الحاجه دي فين؟ طبعا انت اي حاجه في الجهاز بقى
بتتعرض على هيئة مثلا السماعات، الشاشة، حاجات بتاع الابتدائي دي يعني. ماشي، عندي حاجة اسمها ايه مثلا، لما يقول لي 24 فريم بير سكند، لما يقول لي 24 فريم بير سكند يعني ايه دي؟ يعني 24 فريم بير سكند، بير سكند يعني ايه؟ معنى الجملة دي بيقول لك معايا 24 فريمة بتتعرض في الثانية الواحدة، الفيديو بتاعي بيبقى ما هو إلا شوية فريمز ورا بعضها، تحط فريم صورة 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 ورا بعض تديك شكل متحرك. فبيقول لك في الفيديو لما بيتعمل ب 24 فريم بير سكند ده حاجة حلوة يعني، دي هتبين لك إن الشكل إيه، اللي هو مش هتحسها صورة قوي بقى، لا هتحسها حاجة فعلا بتتحرك. ماشي، دي معنى ال 24 بير سكند، يعني الفريم الواحد بتتعرض في واحد على 24 ثانية، الفريم الواحدة بتتعرض في كده. ماشي تمام. ايه الجرافيك؟ ايه الجرافيك بتاعي؟ يعني ايه جرافيك؟ ديت بتجمع شوية من الاوبجكت عشان يعملوا ايه، فريم، دي بيبقى اسمه جرافيك، شوية اوبجكت كده عشان يكونوا فريمة واحدة. ماشي، ايه احنا قلنا مثلا تعريف الانيميشن اللي هو عشان لما احرك الاوبجكت دي بقى كده مع بعضها والكلام ده. إيه نفس الكلام هنا، الفيجوال رياليتي ديت دي بتعتمد على خداع اليوزر ذات نفسه، سواء هخدعه بالحركة احرك له مثلا، زي ما قلنا العالم الافتراضي ده هو بيحس ان هو فعلا ماشي في حتة هيئة من على العمارة والحاجات من دي، بهيئه ازاي لحاجة زي كده، مثلا لو قاعد على كرسي ولا حاجة هقلب الكرسي مع المنظر اللي شايفه، بخدع الحواس بتاعته. إيه مثلا لو في حتة هخليه، هحط ريحة كده مثلا تهيئه انه في حتة معينة، إيه بخدعه يعني، بخدع كل الحواس بتاعته. الجرافيك لايبراريز ديت دي هي اللي بتخلينا اتحكم في السين بتاع كله من خلال ايه، لايبراريز. إيه الصورة بتاعتك بتبقى عبارة عن ار جي بي اللي هي ايه، ريد جرين بلو، 3 الوان ريد جرين بلو، ببدأ العب في الالوان بطلع الوان تانية. ماشي، بتبقى عبارة عن باينري 01 الصورة طبعا عشان الجهاز يفهمها. ماشي، في حاجة السكرين جراف اللي هو التري دايجرام، انا بعتبر الجسم بتاعي عبارة عن تري ده عشان ابدأ في عملية الانيميشن تبقى سهلة، لو عايز احرك الايد لوحده، عايز احرك كل حاجة لوحدها. تمام، ثواني ايه المثال ده، السيمبل بيز اللي احنا قلنا عليه بتاع الفيكتور والريلاتي، الفيكتور والراستا. ثواني اهي السكرين جراف، السكرين جراف. ماشي، اللاب بتاعي عبارة عن، بعتبر الاوبجكت بتاعي عبارة عن ايه، هعتبره على هيئة تري دايجرام، النار اهي، والبادي، الهيد، تمام، ايه الشيفت والبوينت، عشان كل حاجة نبدأ نحركها مع بعض تحرك تدي ايه، الحاجة متجانسة، لازم تبقى متجانسة مع بعضها. تمام، ده بالنسبة للحاجة دي. في بقى ايه حاجة اسمها افاين ترانسفورميشن، دي بقى اللي هتاخد الاوبجكت دي كلها مع بعض وتجمعها كلها مع بعض في مشهد واحد، وتبدأ ايه تخلص شكل الفريم بتاعك وكده، ترجع تعمل له ريندر والكلام ايه عشان نخرج الكلام ده كله. ماشي، دي كانت التالتة، اعتقد ان دي كانت اخر حاجة في المحاضرة، دي كانت المحاضرة الاولى، محاضرة سهلة ان شاء الله مفيهاش حاجة.